رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، فصلوا عليه. أيها الإخوة الحاضرون جميعا، أيها الحفل الكريم، طبتم وطاب ممشاكم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، وفي هذه الساعة الطيبة المباركة، في ليلة زفاف الأخ إبراهيم إبراهيم أحمد عبد الصايدي على كلمة الأخ رشاد صالح محمد الصايدي. أيها الإخوة، أقول أسعد الله مساءكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة، إني أحب أن أبدأ معكم بالسلام، والسلام هو الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أيها الحفل الكريم، إن خير ما نبدأ به حفلنا هذا وفرحنا هذا هو تلاوة آية من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم أبو فيصل أخوكم عبد الرحمن ناجي أحمد فاضل الصايدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في سورة أخرى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. أيها الإخوة، نريد أن نبدأ حفلنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم حتى تنزل البركة على العريسين وعلينا جميعا. أيها الإخوة في الله، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في الأولين، فصلوا عليه تطيب هذه الليلة وتطيب هذه الحفلة. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد في الأولين، وصلي عليه وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه كل وقت وحين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، فصلوا عليه فصلوا عليه. أيها الإخوة، أيها الحفل الكريم، الزواج سنة من سنن الله عز وجل، الزواج سنة من سنن الأنبياء ومن هدي المرسلين، الزواج سنة من سنن الأنبياء وهدي المرسلين. لذا يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وآية من آيات الله في هذا الكون. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في هذا المكان أن يبارك في العريسين، أن يبارك في العريسين. وأريد أن أبدأ أيضا بما كان يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الدعاء، ألا وهو الدعاء للعريسين. حضرنا هنا لنزفهم في هذه الليلة ونفرح مع أفراحهم، ولكن نريد أيها الأحبة أن ندعو لهم أولا، نريد أن ندعو لهم كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأريد أن أدعو وأنتم رددوا وراي ثلاث مرات كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول بسم الله: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. كما أسأل الله العلي القدير أن يتم سرورهما بخير وعلى خير، اللهم تم سرورهما بخير وعلى خير،
وأرزقهم الذرية الصالحة يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. أيها الإخوة، أيها الحفل الكريم، إن الزواج سنة من سنن الأنبياء وهدي المرسلين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله، من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على نصف دينه. إذن المرأة نصف الدين، الزوجة نصف الدين، من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على نصف دينه، فليتقي الله في النصف الآخر. فإني أخاطبكم جميعا وأخاطب العريس هنا الولد إبراهيم وأقول: بارك الله لك وبارك عليك. فالنصف الباقي أو الثلث الباقي من الحديث بعد أن أتم الله عليك نعمته أن تكون مع الله دائما وأبدا، وأن تؤدي الصلوات الخمس وتكون من الصالحين. وأسأل الله عز وجل أن قد رزقك امرأة صالحة وأن تكون من الصالحين. أيها الأحبة في الله، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله حتى تطيب هذه الليلة، وحتى تنزل البركة على العريسين وتعمل البركة جميعا إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، خير متاعها الزوجة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم: رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة. فما هي أوصاف هذه الزوجة الصالحة أيها الأحبة في الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوصاف هذه الزوجة الصالحة: الأولى، إذا أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن نظر إليها أطاعته. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. أيها الأحبة في الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويوصينا بالنساء، قال صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كريم. هذا لجميع الأزواج وليس لإبراهيم فقط، لكل الأزواج ولكل الآباء. ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. فالنساء لا بد في الرحمة فيهن. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، صلوا على رسول الله حتى تطيب الجلسة، صلوا على رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وهذا هو والد العريس إبراهيم بجانبي، أسأل الله أن يبارك فيه وفي ولده وفي زوجة ولده إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل معوجا. أيها الأحبة في الله، نريد أن نكون رحماء وأن نكون حكماء، خاصة في السنة الأولى بعد الزواج، خاصة في السنة الأولى بعد الزواج، حتى تتعرف الزوجة على زوجها ويتعرف الزوج على زوجته. فهناك تكون المحبة، وهناك تكون المودة الذي أمر بها الله عز وجل، وهناك بعد ذلك تكون الثمرة. فما هي الثمرة أيها الإخوة؟ الثمرة هم الأولاد، الثمرة هي المحبة الصادقة. أيها الإخوة، أيها الأحبة في الله، نريد أن نكون مع الله، نريد أن نكون مع الله وأن نحتفل بعريسنا في هذه الليلة ونبارك لهم. فأقول: أسأل الله أن يجعل أفراحكم دائما، أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامكم كلها أفراح، وأيامنا جميعا إنه على ما يشاء قدير. أيها الأحبة في الله، إن الأيام دول، إن الأيام دول. أيها الأحبة، أيها الأخوة، أيها الحفل الكريم، إن الأيام دول. فإن كان اليوم لك، فإن كان ذلك يوم لك فلا تبطر ولا تسكر، وإن كان اليوم وإن كان عليك فلا تغضب ولا تحزن ولا تبطر، ولا واعلم أن الله في السماء سوف يكون معك. أيها الإخوة، أيها الأحبة في الله، أريد أن أختم هذا الكلمة فأقول: يا أهل اليمن، يا أهل الحكمة والإيمان، يا أصحاب العقول السليمة، نريد أن نعود إلى مجدنا ونعود إلى أجدادنا وننظر ماذا كان يفعل أجدادنا من قبل. قلنا: طافوا الأرض شرقا وغربا وأسلموا الناس على أيديهم، فما هو عملنا في هذه البلاد؟ والله لا ينفع المال، والله إنه لا ينفع المال مهما زاد، ولكن ينفع الولد الصالح، ينفع الولد الصالح. فعليكم بتربية أولادكم،
على الكتاب والسنة. نحن في بلد